والله ده خليه يطلع فوق. الليله شغل تقيل طبعا، في كميه بتاعت لقط. انا طبعا امبارح عملت ريست كويس المهم، ف ده اشوف بس الساحه دي ماشيه كيف، فما ممكن اشتغل لايف مع اللايفات سوا. بعدين بعد انتهي اللايف وبكره برضو انا عندي شغل، اجري من الصباح امام طار وبعدها تاني اجي اشاهد لايف الناس. لازم اعمل هدنه، لازم اعمل هدنه كده واجر اللايفات دي كده. امبارح جربت اللايفات وشفت اللايفات وعينت الناس كده، الناس دي ماشيه على وين وبتاع ونايم، لقيت هذول الكلام كله كلام فارغ ساكت، كلام فارغ ساكت، ما ماشي والله خطوه زي دي قدام ما ماشي. شايف الانصراف ينط في الناس البرهان كويس، نط في ما نفع، قالوا في طياره جات بتنزل اسلحه، اوه اوه ما عارف الكيك هناك انجن، ما عارف امك الدكتور ده اسمه ايه. الفيديو ركز لنا على المشاركه عشان تحمل لنا الصفحه. طيب قمنا وانقطعنا يومين كده، الجنجة شغالين تضليل وشغالين يعني فبركة كالعادة، حاربهم أصلا كلها تضخيم إعلامي وتضليل وحاربهم ميديا، بس ما عندهم أي حاجة. معركة من دولمان، مين بدأت الأحداث دي؟ قديش ما اشتغل شغل زي ده، شغل بتكتيك عالي باحترافية، شغل مدروس، شغل يعني حتى الضباط اللي كانوا بينتقدوا في القوات المسلحة بينتقدوا في أداء المعاشين أشعدوا بيهم. انا في واحد من الالويدين قال لي اقسم بالله لو البرهان، لو البرهان ينتهي نفس الطريق ده، الجنجلين قال لي اقسم بالله العظيم ايامهم تاني في اليد بتبقى معدوده. شغل عالي جدا جدا، ينتقوا اقسم بالله جنجة دقر عيش. الناس دي جروا حتى الاوكار اللي قاعدين فيها وكانوا فاهمين انه ممكن يبرقوا منا ومحترمين بالمواطنين، جروا منا، خلوا عرباتهم، خلوا حتى المسروقات بتاعتهم اللي كان نابلها من المواطنين جروا خلوها خلعه كده بس. والله ساقوم لك سواق عديل كده جري، طلعوا بيان قالوا احنا قتلنا من الجيش 174 جرحنا 300، وانت كنت جاري حسبت كيف 174 حسبت كيف 300 جريح. وطبعا عشان انا زي قلت لك عشان يعني بوصلوا رسائل تخويفيه، ببعثوا رسائل تخويفيه للمستنفرين، عشان نازل الان اكثر حاجه خايفين منها المستنفرين. اي بوق عندهم او اي مشاطه عندهم، كان المشاطه ربيعه، كان البوق الكذوب اللي اسمه جعفر ده كان بتملاح، كان اي مشاطه منهم يقعد يتكلم لك عن المستنفرين، لان المستنفرين عن اللمها بس. خوفهم الان كله بقى من المستنفرين. المعركه في النورمان دي مسكوا لهم ناس من الشوارع جابوهم لبسوهم كاكي، قالوا دول مستنفرين، ملوهم بعض الكلام كالعاده طبعا بيمسكوك بيجيبوك بالاكراه، بيملوك كلام انت الكلام ده تحفظه وتقوله وبدقوك وبصوروك على اساس انك انت مستنفر ومعارف احمد هارون والطلس بتاعهم الساجن ما نازل. ما في اي مستنفر، القوات الدكه النازل في ام درمان واشتغلت الشغل التقيل ده يا اغلى درجه انه الجيش عزز او الشوارع اللي ممكن يهربوا منها الجنجه دي قد فيها قوات وعززها بآليات وبمجنزرات عشان لما يجي راجعين برضه يتم بلهم. قال لك قال يا اخي دي المستنفرين مع ناس العمل الخاص، والعمل الخاص ده اساسا ما قاعد يسوق عساكر ساكت، خليك من المستنفرين. العمل الخاص ده عباره عن جزء مجموعه من الاستخبارات، مجموعه من القوات الخاصه التابعه لابو طيره، مجموعه من مكافحه مكافحه الارهاب التابعه لهيئه العمليات تابعه لهيئه الامن المخابرات. يعني ناس اساسا مدربين وشبعانين دورات وبيعرفوا يتعاملوا مع حرب المدن دي. مستنفر يمشي معاهم كيف؟ مستنفر يمشي معاهم كيف؟ ما في مستنفر اخواننا، ما في مستنفر دخل المعركه دي. ما في مستنفر دخل المعركه دي، حتى جزء من المستنفرين كويس دخلوا المعركه دي، دي باعتبارهم شنو؟ يعني ناس عندهم خلفيه عن القتال وناس قبل اليوم يعني عارفين الشغل العسكري ده كويس وكده، وجزء منهم ياهو في الشجره وجزء منهم فينا، لكن المعركه بتاعت الدرمان دي ما يسوقوا قوم سايق لكم مستنفرين ولا مستنفرين. وبعدين المستنفر ده بخاف بيجي يقدم نفسه، المستنفر ده ما انت ما مسكته من الشارع او ما مسكه في الزاميه كده زي ما كان بيعمل الكيزان جابه عشان يمشي يقاتل، ده زول براو شاف قله ادبك وشاف افتراك وشاف الشغل انت بتعمل فوقه ده، وهب نفسه عشان يجي يصد لك انت يدافع عن ارضه وعرضه. فانا بخاف، والمستنفرين الاف مؤلفه قاعدين الان، ولسه يا اخواننا الجيش ما در يعني الجيش لحد يعني الجيش لحد الان عنده قوات ما دخل ارض المعركه.
لحد الان في قوات موجوده قاعده، ادويه قاعده ما دخل ارض المعركه. الليله شفت جزء منها في اندرمان عز الزبيو مجموعه القاعده فيه وادي سيدنا دي، فجش راقد اخواننا والخيارات امام الجيش راقده يعني. فجس واقع بالخلا والمستنفرين عملوا نازل كابوس، عشان كده نازل شاكين المستنفرين هم مستنفرين، ونحن واي زول يجينا كله سواق بالخلا. الجن خايفين على رقبه بس من الاستنفار. فمعركه اندرمان دي اقسم بالله العظيم المفروض تدرس، المفروض تدرس. ولو الجيش استمر بالطريقه دي احسن في يدك بس. والجن جدا اخواننا انتهوا ورطوا نفسهم. طيب مشاط ربيعه، مشاط ربيعه قال تعداد الجنجويد قال 500 ألف، دي الإحصائية الأخيرة. وده طبعا هو رحلة وتدريب يا إخوانا، زول أصلا من زمان شغال بقطع أخضر بس. ولا هو يكون قصد 500 ديل يا هو أسلحة الحرب ديل، ما أصلا نازل معامل أسلحة الحرب ديل، لو ما الدعم اللي بيقدموا لنا أسلحة الحرب، الناس ما كان قاعد في الخرطوم دي ثلاثة يوم. ما كان قاعد في الخرطوم دي ثلاثة يوم، فنازل مبلولين يا إخوانا، ينبلوا والله العظيم الآن بيقوا بيعتمدوا على الشائعات ومصبرين ناسهم بالكبد. في جروبات من داخلين والله شايفين الحاصل، عندهم ضباط خارج منهم بذاك الحلال زي متواصلين معاهم ورينا الحاصل، ما عندهم اي حاجه، ينبلوا بن زي البل. في مدرمان دي قبل يوم اولا ازدجروا خلوا ناس وخلوا جرحام، يتأثروا منهم كميه خيره الضباط عندهم اللي كانوا بيعتمدوا عليهم الضباط الشرسين، تم بلهم يتأثروا منهم كميه، الهلكوا كميه منهم. عندهم واحد كده اسمه ود البدين ده كان بدوق الناس برضه، وكان شايل الشغله دي من ناحيه قبليه كده برضه، تم بلو من اولاد دابودين. فما عندهم حاجه، الناس اللي بلو دق ودق صح في دورمان، والجيش مواصل يا اخواننا. وفي حاجه ثانيه يا اخواننا، الناس انت كمواطن شفت طائره نزلت كويس، وشفت تفاصيل وسطك ومنشور حاجه في الميديا وكده، هل تفتكر انه استخبارات او جهاز الامن المخابرات ما عارفين الكلام ده؟ اخوانا نازل عارفين اي حاجه، اي حاجه انت المعارف هم عارفينها، وسموهم استخبارات ليش؟ والنازل لو بالهوان ده ولا لو نايمين النوم ده كما يعتقد بعض الناس، ما كان مرقوا، ما كان شردوا الجنجدين، ما كان نهوا اكثر من قريب 70,000 من القوات دي هلكت، ما كان جففوا الامداد على الناس زي الاسهل. الشغل النوع اللي بيشتغلوا الطيران قبل ايامنا ما كله شغل مبني على المعلومات الاستخباراتيه. اسهل انا الجنجه قاطعين وغود وقاطعين ذخيره في شرق النيل، كل الاوكار اللي كان يعني مثلا بيعتمدوا على وملبدين فيها الشغل بتاعهم ده بمعارضه بعض الطوابير، تم دكه وتم بله. غير انه حتى الاجهزه ذاتها بقت يعني تضيق الخناق على الناس اللي بيتعاملوا معاهم المهربين، كميه منهم تم استلامهم ليله في خشب القربه. برضه تم القبض على مجموعه يوميا بتسمعوها ما بتسمع بها. فالبلد دي فيها استخبارات اخواننا وشغالين. طيب موقف العمليات، موقف العمليات فل الكويت جبال تم البل بنجاح، عندهم وكر هناك تم بله، في المعموره برضه عندهم وكر تم بله، في بري برضه عندهم وكر تم بله، في ناصر برضه عند راب ناصر تم البل بنجاح، في بحري عموما تم البل بنجاح بالاضافه للشغل بتاع المدفعيه الاستراتيجيه الدقيقه اللي بتستهدف الاوكار بداعتهم، شغاله فيهم شغل الجن، مدافعهم اتكحلت عديل كده بل كده بس اصلا وقوف ما في. بالاضافه للشغل بتاع نصر الجو شفت بين في حبرة الشيخ في اهداف تم بلا برضه، في طريق باره في اهداف تم بلا، مع انه في مبالغات يقول لك 60 عربيه يا اخواننا، دائما الناس تحاول تبعد من الكذب، الكذب ده ديدن الجنجه، ما في انتصار بالكذب يا اخواننا، الناس دائما تتحرى الصدق، ما في زول حاسبهم. في دقات هاي عندهم مجموعه كده متحركه تم دقه، لكن ما معروفه 70 عربيه 15 عربيه 20 عربيه، المهم نصير الجو شقالين، وكونه يكون في متابعه في دق ده ذاته نحن دايرين نازل. فالبن مستمر، غير انه الجيش مشط في جبله في عمليه برضه نوعيه خفيفه كده جاوباه اسمها خاص في بحري، هلكوا فيها اثنين من الجنجه وتم ارجاع عربه، والعمل النوعي ده يا اخواننا مستمر، والشغل مستمر، والبل مستمر. الناس تطمن يا اخواننا وتصبر وتتضرع بالدعاء. اهم حاجه يا اخواننا الناس ترجع لربنا، والله حلنا في ربنا. حلنا في يد ربنا بس. الجيش ما سبب. والجيش عمل العلو زياده. الجيش اشتغل الشغل ثقيل جدا جدا يا اخواننا، ونسعنا اخواننا في الشرطه يا اخواننا ارجعوا هوي. وريتكم والله ما بيطلع بيجوا في محله بيلو.
عندكم برضه واحد في الدوحة أمس تم بله شربوه جنجة عديل كده، بس بوليس ده أدو طلقاها، مش أحسن لك تمشي تشيل سلاح؟ نحن كلامنا يا إخواننا نصائح لكم، أنتم ننصحكم نصيحة وقائية كده، أهم حاجة أنت دي وقاية كونك تمشي وتنضم للجيش أحسن، لا لما تشيل سلاح أنت بتكون مرتاح. هنا تعليق، التعليق ده ما بينفع، تطلع لايف تطلع لايفات وترد بس، التعليق ده ما بيحل المشكلة يعني، ما كل الناس بتقرأ، أي تعليق هنا ما بيحل المشكلة، فالناس تطلع تروح كده.